شارع سريات محمد بن أحمد ببلدية سيدي خالد يفتقر للعديد من ضروريات العيش الكريم، أهمها الصرف الصحي والماء وشبكات الغاز. وهكذا عبر بعض سكانه الذين يعانون منذ سنوات طويلة. الشارع هذا هو وسط المدينة. للأسف أنا نجد سيد الوالي ونقول له بلا رانا احنا الشارع الوحيد في دائرة سيدي خالد في الولاية الجديدة ولا جلال، الشارع الوحيد اللي ما عندنا حتى تهيئة، لا غاز لا صرف صحي لا ماء، حتى القمامة راه ما عندناش حتى الكمية تاع البلدية ولا عندنا حاوية اللي جينا. الناجد ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والناجد السيد الوالي ينظر لنا ويشوف لنا حل للشارع هذا، راه فيه 30 عائلة ساكنة هنا وراه عندنا ولاد صغار، فهمت، راهم يعانوا. ماذا بينا السيد الوالي تشوف لنا بعين الرحمة، ورانا ملتمسين فيك الخير ورانا شايفين الشيء اللي تقوم فيه وتقوم به في على مستوى ولاية ولاد جلال. زيد شوف لنا رانا خاوتك، رانا جزائريين. أود أن أقول لكم أننا نعيش في ظلام شديد. الطلب نتاعنا هو فقط الصرف الصحي والماء والغاز. رانا عدنا خاسرين ماديا ومعنويا. رانا نعانوا في معاناة كبيرة، رانا ننقلوا في الماب هادو من البادين، البلاصة اللي رانا نعبوا فيها راها بعيدة، رانا تعبنا وحنايا ننقلوا، تعبنا بوياتنا معانا، والغاز ننقلوا فيه من بلاصة بعيدة. المعاناة الصرف الصحي، الأرض هنا قاسية، لازم تحفر 2 مترات وكل 3 أيام 4 تحفر بها. هنا على 2 مترات تحفر تلقى أرض صم. لازم تركبوا الدولة صرف صحي. فهمت؟ كل 3 أيام 4 خسائر. اي مع الرائحة والناموس وهاك تعرف. والماء عندنا 7 شهور ماهمش 3 شهور، 7 شهور بدون ماء. اي السبب الرئيسي فعل كبوا سيمان في وسط الأظان. فعل لأسباب باه يتحشر الماء للجنة اللي من هي. ايه يتحشر الماء للنخيل اللي من هي. من سكننا من 2010 14 سنة. مع العلم أن الصرف الصحي على بعد 60 متر، الغاز على بعد 60 متر، ونوجه النداء للسلطات تنظر في أمرنا في أقرب الأجال. يوجه المواطنون نداءهم للسلطات المحلية المسؤولة ويطالبون بالتدخل العاجل لحل مشاكلهم.